نحتفلوا بالأسبوع الثقافي الجامعي اللي تحت شعار الثقافة المغربية في قلب إفريقيا. ومن خلال هذا النشاط فعندنا مجموعة ديال المعارض للخط العربي والفنون التشكيلية وفن التصوير. هو محترف اللي كيضم عدة طلبة اللي عندهم اهتمام بما يخص سمعية الصورة وتحليل الخطاب البصري والإيقوي. إذن كما كتشوفوا هنا المركز كتختلف جمعات من خلال واحد خرجة درناها مؤخرا للمدينة، حاولنا من خلالها أنه الطلبة يشوفوا واحد يشوفوا المدينة بواحد منظرة ديال فوتوغرافي وديال إنسان تيهتم باللغة البصرية، انهم يشوفوا واحد حاولت انهم يشوفوا المدينه بواحد منظر اخرى، كتعتمد على الاناره، كتعتمد على الهندسه، كتعتمد اذا وفعلا انهم توصلوا انهم يشوفوا تبدل المنظر لهم ان ما يهم في التصوير الفوتوغرافي في ما هو بصري هو تكون عندنا تربيه بصريه. هذه الطلبه يتربوا انه تكون عندهم تربيه بصريه باعتبار انه مثلا الثقافه ديالنا هي الثقافه كتعتمد في الغالب على ما هو سمعي. نحاول نحن أننا نحاول هاد الطلبة أنهم نربيو عندهم ديك الملكة ديال النظرة. شرف لنا ويلقي على حافلنا انسا وسرورا، فبارك الله في مسعاكم وجعل الجنه مثوانا ومثواكم. J'ai l'immense plaisir aussi de vous souhaiter la bienvenue aux honorables personnalités ici présentes avec nous. Monsieur le président de l'université Moulay Ismaïl, le professeur Hassan Soubi. Monsieur le doyen de la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales, le professeur Ebrahim Boyer. Sans oublier bien sûr nos chers professeurs et nos étudiants et étudiantes. Bienvenue à tous. يشرفنا أن نرحب بكم في الحفل الذي تنظمه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمناسبة أسبوعها الثقافي الذي ينظم هذه السنة تحت شعار المغرب في قلب إفريقيا. السادة مدراء المؤسسات التابعة لجامعة مولاي إسماعيل، السيد مدير الحي الجامعي بمكناس، زملائي الأساتذة، أيها الحضور الكريم كل بصفته، أعزائي الطلبة، أخواتي الطالبات. في بداية نحن دائما في شهر مارس، فلا بد من التفكير دائما باليوم العالمي للمرأة وأنتهز هذه
الفرصة لأقول عيد سعيد للمرأة المغربية وللطالبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس. المسرحية هي مقتبسة على التارتوف ديال مولير، حاولنا من خلالها أننا نناقشوا التطرف الديني وعلاقة الوطن المغربية بطريقة بسيطة اللي تكون قريبة للمجتمع المغربي وليكون فيها الضحك وتكون يعني كتسيب لي الفئات كاملة، يعني من الأطفال للشباب للناس كبار. وبالتالي الحمد لله أي عرض تكون عندنا في المغرب بهذه المسرحية إلا ولتي لقى تجاوب مع الجمهور الكريم. كبار كنسعود عليا غير انت جيتي هو يخرج لي الدعم. ولماذا هذا الدعم؟ الفرقة المسرحية ديالي عندها عمل جديد وخرجوا لي هذا الدعم المسرحي. وكم قيمة هذا الدعم؟ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم. شفتوا معنا العرض الزهائل ديال المسرحية ديالها هواجة، تأليف وإخراج المؤسس محمد اللهي، التقرير الفني ديال الأستاذ بقاسم. المهم المسرحية كتحكي على واحد السيدة يجي لواحد العائلة غيحاول كما كنقولوا غيحاول ينصب على العائلة باسم الدين للأسلام، ماشي الإسلام بعيد على حاجة ولله يكون هذا هو الإسلام، ولكن يستغل الإسلام من أجل أغراض مادية محضة اللي غيعطينا في الاخر الانكشاف ديال هذه اللعبه كما كنقولوا هذا المكر ديالو وهذا المقالبه السحر على الساحر. اللهم اجعلني من التوابين والحلال. شويه تحل شبيبه بحرمنا انا عاد قلت لقيت الراجل دير زبيده دير اعطيني زبيده. المسرحية اللي قدمنا اليوم هي مسرحية نتاع موضوع الساعة، كل شيء كاع دول العالم كيخافوا من الإرهاب اللي هو موضوع الساعة. المسرحية ديالنا كتناقش هذا الموضوع كيفاش أنه يمكن له يتسلل البيوت ديالنا وكيفاش يمكن له يأثر في الناس والحقيقة نتاع هاد الناس اللي كيبغيو يديروا لنا بلي كاين هاد الإرهاب واللي كيبغيو يعطيو واحد الصورة خاطئة على الدين ديالنا. الدور ديالي كان هو الدور نتاع صفية مولات الدار مرات الحاج زوج ديالي اللي يلاه توفى وخلى ليا ثروات وزوجة مسكنة معايا الأخت ديالي وزوج ديالها اللي كيجيب واحد صديق ديالو اللي تعرف عليه في المحطة اللي جابو زعما محيتاش تقطع به الحبل وداكشي وهو في الحقيقة نتاع الأمر ديالو كيبغي أنه يبين لي بأنه راه كيبين لي طريق الهداية في حين أنه هو كيرصدو الطريق الغلط الإرهاب
في الاخر كنكتشفوا بان الحقيقه نتاع داك السيد. هذه هي مسرحيه هواجة اللي متاليف والاخراج نتاع محمد اللهي. المسرحية من تأليف وإخراج الدكتور باقاسم سيغة هرة.